الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة صرح النهاردة بأن قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ساهم من أول يناير 2024 وحتى الآن في استصدار 98 قرار وزاري لاعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لمشروعات استثمارية عمرانية وخدمية ستقام على مساحة إجمالية تقدر ب 4232 فدان في المدن الجديدة، منها 19 مشروع في بمدن الجيل الرابع بمساحة 1557 فدان. وأوضح الوزير أن قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة بيعد هو حجر الزاوية والموجه الرئيسي للتخطيط لإقامة المشروعات وتحديد برامج التنمية بجميع المجالات بالمدن الجديدة. وأكد دكتور الجزار أن المشروعات دي بتدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة وبتوفر أنماط متنوعة من الوحدات السكنية وكمان الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة. احنا معانا علشان نعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع والعنوان العريض للموضوع معانا المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان. باشمهندس أهلا بيك معانا يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. اهلا وسهلا، مساء الخير. اهلا بحضرتك يا فندم، مساء النور. العنوان بيقول ان الوزاره او هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده اصدرت 98 قرار وزاري من يناير 2024 لحد النهارده فيما يتعلق بالمدن الجديده على مساحه 4232 فدان. خلينا نبدا من الاول، نوعيه التراخيص او التصريحات او القرارات دي بهذا المسمى بتعني ايه؟ طبعا هو زي ما سيادتك تفضلت في الخبر وتصريح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أنه هيئة المجتمعات وقطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، وحضرتك عارف طبعا هيئة المجتمعات هي المسؤولة عن تنفيذ كل المدن الجديدة سواء بالأجيال المختلفة، الجيل الأول والثاني والثالث وخاصة الجيل الرابع والأخير اللي تم إنشاؤه في آخر 10 سنوات. تمام. بيحتوي على حوالي 22 مدينة جديدة. فهو كل مدينة بيكون ليها مقومات تنمية وقواعد تنمية وجذب الاستثمارات وجذب الفرص العمل وإنشاء المدن السكانية والتجمعات العمرانية الجديدة. بيستلزم إنشاء يعني استصدار القرارات لتخطيط المدينة. هو بيطلع مخطط عام للمدينة في الأساس، وبعدين بيبقى فيه مخططات للأنشطة الجاذبة للاستثمارات وللسكن والفرص العمل وفرص التنمية. فطبعا سيادتك وتقرير سيادة الوزير النهاردة بيتكلم عن أن الوتيرة بقت سريعة في اتخاذ هذه القرارات للتخطيط والتقسيم وتنشيط واعتماد المخطط العمراني والخدمي اللي بيخلي فرصة نمو المدينة أسرع من العهود السابقة. الأول كنا بنتكلم عن المدينة بتاخد 30 سنة لحد ما نشوف شكل عمراني وتجذب يعني 100,000 نسمة بالكثير، 150,000 نسمة. النهاردة احنا بنتكلم في آخر 10 سنوات في جذب 10 مليون نسمة. ده نتيجة ان في مخطط عمراني متكامل حديث يحتوي على تنوع من الأنشطة مثل الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمات، لانه طبعا حضرتك العوامل جذب السكان للمدينة بتبقى اول حاجة الخدمات، مش بس الوحدة السكنية بالظبط. الأسرة علشان تتوجه وتقيم في مدينة جديدة محتاجة كل مقومات الحياة، من مرافق، من بنية تحتية، من أنشطة تجارية، من خدمات تعليمية وخدمات حكومية ودور عبادة، وبالاخص كمان فرصه العمل، لان رب الاسره بيدور على فرصه عمل جديده في المدينه بالزبط. لو كان اسره جديده او شاب جديد بيكون حياته. فبالتالي الفتره الاخيره بما تشهدها من نمو جديد جدا في موضوع العمران والمدن الجديده في اخر يعني الجيل الرابع، مدن الجيل الرابع، كانت تستلزم وتيره جديده من اتخاذ القرارات والتقسيم وتوزيع الانشطه للمدن علشان تسرع وتيره التنميه. طبعا حضرتك بنتكلم على انشطه بتساعد على التنمية، بمعنى انه المدينة بيكون فيها مقومات، لو كانت مدينة صناعية زي اكتوبر والعاشر من رمضان و15 مايو والسادات وغيره وغيره، وزي مدن الصعيد عندنا برضو اقبال كبير جدا على 8 مدن اللي تم انشائهم في الصعيد ما فيهم من مقومات النجاح. كويس. المجتمعات العمرانية القديمة بيتم توصيلها بطرق للمدن الجديدة ومواصلات عامة، وده اللي بيساعد على التنميه، ان الناس تنتقل من الوادي الضيق اللي هو اصلا هدف الوزاره الرئيسي ان احنا نطلع من الوادي الضيق ونعيش المدن الجديده. ويمكن كان في اكتر من تصريح لسياده الوزير في الفتره الاخيره بتقرير ان احنا حاليا تم تنميه المدن الجديده بحيث ان احنا شغالين على 13.5% من مساحه مصر بعد ما كنا عايشين على 7% من المساحه التنمويه. طبعا ده نتيجته ان لازم يكون في مقومات للتنميه، فرص استثمار، فرص عمل،
فرص تعليم، فرص سكن متنوع بشتى الانواع. يعني بنتكلم على مدن متكامله، مدينه متكامله جاذبه للفرص والاستثمار وللعمل وللسكن. يعني حضرتك بنتكلم على السنه دي بس في اول ربع السنه، ربع السنه الاول من يناير لحد ابريل تم اصدار 98 قرار من شانهم انهم ينموا 4000، اكثر من 4000 فدان في المدن الجديده. وده رقم مش رقم مش بسيط يعني، ده رقم مش بسيط وما حصلش قبل كده، لانه زي ما سياده الوزير قال في البيان ان ده حجر الزاويه لتنميه المجتمعات العمرانيه الجديده. بيبدا يعني بدايه التنميه بتبدا من هنا، من القرار ده، انه يصدر قرار بالتنميه ويصدر قرار بالتخصيص وبالتقسيم، وبالتالي بيجي رجال الاعمال والمستثمرين يقدموا على قطع الاراضي، وبالتالي يبنوا مشروعات جديده اللي من شانها انها تجتذب كل فرص التنميه وفرص السكن لاهالي مصر. طيب اهم المدن بقى المزمع انشائها الفتره اللي جايه في ما في اطار القرارات دي؟ طبعا حضرتك القرارات دي بتشمل العديد من المدن، يعني اخر شهر بس احنا بنتكلم في حوالي 1700 فدان في 9 قرارات. عندنا مدن زي مدن الساحل الشمالي، وطبعا بتجتذب كثير من الفرص التنميه في الفتره الحاليه، وعندنا برضو 4 قرارات في مدن الجيل الرابع من مدن حدائق اكتوبر و6 اكتوبر الجديده وسفنكس الجديده ومدينتين في الصعيد، وعندنا برضو اضافه ل 15 قرار وزاري بتاعات مختلفه في معظم المدن الجديده. هو نتكلم النهارده القرار بيتعلق بمشروع واحد؟ يعني هو القرار معناه ان في مشروع؟ القرار معناه ايه يا فندم؟ كويس قوي السؤال ده. القرار ده معناه انه في فرصه استثمار او فرصه تنميه في تخطيط عمراني للمدينه، يعني المدينه بتطلع عليها مخطط بالانشطه، مخطط بالخدمات، مخطط بالاسكان، مخطط بالطرق. بيطلع القرار بتنفيذ هذا المخطط، بيطلع مخطط لقطعه مثلا حوالي 10 فدان كنشاط عمراني، ويطلع مخطط لقرار لمخطط لاربعه فدان كمنطقه تجاريه، ويطلع مخطط ل 10000 او 20000 فدان كمنطقه صناعيه، ويطلع مخطط لمدرسه، يطلع مخطط لدور عباده، يطلع مخطط ل اذا احنا بنتكلم في عدد من القرارات ده في وقت في 3 4 شهور، يعني ده عدد كبير طبعا. بالظبط ده عدد كبير طبعا، وده معناه ان في فرص كبير جدا واقبال كبير من المستثمرين. يمكن احنا شعرنا من اسبوعين انه في اقبال كبير على البوابه الالكترونيه للاستثمار بالدولار، ومستثمرين مصريين ومستثمرين على قطع الاراضي اللي انشاتها يعني طلعت المخططات للمدن الجديده من هيئه المجتمعات، وكان في اقبال كبير جدا على هذا النوع من الاستثمار، يعني لدرجه انه احنا في اخر بيان كنا نشرناه في اكثر من 1600 شركه قدموا طلبات على فرص استثماريه في المدن الجديده. هل ده اللي بيدفع مدن الصعيد اللي تم انشائها في اخر 4 سنوات؟ طيب هل التوجه من المستثمرين على الاستثمار ده اللي بيدفع الهيئه لاستصدار القرارات والبحث في الاماكن دي ومن ثم اصدار القرارات بهذا العدد؟ بكل تاكيد يا فندم، هو هيئه المجتمعات فيها مجلس اداره برئاسه السيد الوزير رئيس مجلس الاداره، وبينعقد مجلس الاداره بناء على الطلبات الفرص المتقدمه. فالمستثمر بيقدم على فرصه الاستثمار سواء قطعه ارض او نشاط تجاري او صناعي او بيقدم على الفرصه، بتخش مجلس الاداره وبيتم الموافقه في مجلس الاداره على هذا النشاط، وبيتم طبعا عرض مخططاته وفرصه ودراساته بالكامله اللي عملها اللي وضعها خبراء المخططين، وبالتالي بيتم استصدار القرار لانشاء هذا التجمع العمراني او هذا النشاط الصناعي او التجاري، واستصدار القرار وتنزل الارض بعد كده للفرص الاستثماريه للمستثمرين. يعني بالتالي القرار بيطلع بيكون كمان المستثمر جاهز موجود، بيكون جاهز والارض مرفقه، وده كويس في الموضوع ان احنا في اخر 8 سنوات تم العمل بقوه في الارض لتنفيذ المرافق وتنفيذ الطرق وتنفيذ الخدمات والنقل المستدام وكل ما يلزم المستثمر من بنيه تحتيه عشان يبدا النهارده ينفذ النشاط. وبالتالي عندنا فرص عمل، مناطق سكانية بتخدم المناطق دي بحيث ان هو لو حب يبني مصنع او يبني نشاط تجاري هيلاقي وحدات سكنية وخدمات تخدم على النشاط اللي هو عايز يشتغل فيه، وفرص عمل زي ما حضرتك اشرت طبعا، وجامعات ومدارس وفرص تعليم من كل الانواع في كل المدن. طيب هو يعني حضرتك معانا لازم نسأل، هل في اطروحات جديدة بالنسبة للوزارة النهاردة فيما يتعلق بالاسكان سواء الاجتماعي او المتوسط؟ احنا واحنا مع حضرتك دلوقتي على التليفون في طرحين شغالين لقطع اراضي سواء السكنيه اللي هو برنامج مسكن لتوفير فرص اراضي سكنيه مميزه ومتوسطه وخلافه بمساحات مختلفه، طرحناه من اول شهر ابريل وان شاء الله ينتهي في نهايه مايو لمده شهرين،
وعندنا برنامج الاراضي الاستثماريه، دي بوابه الطرح المستدام، دي موجوده على موقع هيئه المجتمعات او الطرح الدائم للاستثمار، ودي بتبدا الطرح دايما في اول كل شهر، والمستثمر بيقدم على قطعه الارض او الحاجز بيقدم على قطعه الارض، وفي خلال اسبوع بيتم الرد عليه، وفي اخر الشهر بيكون متخصص له قطعه الارض. ده السكنيه ده الطرح الدائم اللي هو مظبوط يا فندم، ده الطرح الدائم، ده برنامج عندنا، برنامج مسكن وبوابه الطرح الالكتروني بالنسبه للاستثمار بالتحويل بالدولار، اللي بالمناسبه بيروح التحويل بالدولار بالكامل بيخش البنك المركزي المصري. وبعدين كان عندنا من حوالي شهر طرح الاسكان، والحمد لله خلص، وحاليا شغالين في مرحله الفرز للمتقدمين، طبعا كان في اقبال كبير جدا أكيد. وان شاء الله احنا ما نبطلش شغل، في كل المدن شغالين على تنفيذ مشروعات اسكان مختلفه، ويعني رؤساء هو الاجهزه بصراحه يعني نشاط على موقع العمل بيتابعوه بشكل يومي علشان الانتاجيه تزيد، علشان الاقبال اللي حصل في اخر كام اعلان. كل التوفيق باشمهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان، وبشكر حضرتك جدا لوجودك معنا في التاسعه.